المخزون الاستراتيجي الدوائي في أمان بفضل المنظومة الصحية المتطورة التي يقودها وزير الصحة دكتور أحمد العوضي. مبنى المستودعات الطبية الجديد نقلة نوعية جديدة في دعم المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستهلكات الطبية، يحافظ على صلاحية الدواء في جانب وتجهيز الوصفات الطبية للمرضى بسهولة ويسر في الجانب الآخر. مشروع المستودعات الطبية الجديد في منطقة الأحمدي الصحية تحديدا في مستشفى العدان أحد أكبر المشاريع الصحية في دولة الكويت، والتي تهدف إلى الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للأدوية في وزارة الصحة. المنظومة الصحية تكتمل بثلاث أضلاع: المنشآت الصحية، الأجهزة الحديثة والمتطورة، والكوادر الطبية المدربة. هذه المنظومة تكتمل بافتتاحات، بوجود أجهزة يعني حديثة تمكن الطاقم الطبي لخدمة المواطن. كل هذه المنظومة بمفهوم اللي هو الخدمات الشاملة. وزارة الصحة من خلال مشروع المستودعات الطبية الجديد تؤكد التزامها بتوفير أفضل المعايير في التخزين والسلامة لضمان جودة الأدوية والمستهلكات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وهي بكامل صلاحيتها. هو مخزون استراتيجي وكذلك يغطي منطقة الأحمدي الصحية. المخزن بمساحة 11000 متر وبارتفاع 14 متر وبطاقة تخزينية 8000 وحدة، أي 8000 بالة. يحتوي المخزن على 4 غرف مبردة وغرفة للعزل للمواد القابلة للاشتعال. كذلك يوجد في الدور الثاني مكاتب إدارية تلبي حاجة الموظفين. الجدير بالذكر أن تم ربط هذا المخزن مع إدارة نظم المعلومات وكذلك إدارة المستودعات الطبية لمتابعة المخزون والصرف. لعبت الكوادر الطبية والهندسية الوطنية في وزارة الصحة دورا كبيرا في إنجاز مستودع الأدوية في منطقة الأحمدي الصحية، وسيكون الحديث أكبر مع المهندسة دنيا صفر من وزارة الصحة حول إنجاز المبنى والمستودعات الطبية والهدف من إنشائه. مهندسة دنيا، يعني ما شاء الله إنجاز كبير وعلى يعني أيدي الكوادر الوطنية، ماذا نقول عن مبنى المستودعات الطبية في منطقة الأحمدي الصحية؟ مبنى المستودعات الطبية راح يخدم المراكز الصحية والمستشفيات التابعة للمنطقة الصحية، وراح إن شاء الله بإذن الله يقدرون يرتبون نفسهم من خلال هالمبنى، من خلال هالمبنى إنه يكون عارفين توزيع الأدوية والمستهلكات في المبنى، وبإذن الله يكون تغطية جميلة ومرتبة لهم. المشاريع الصحية الجديدة تأتي على طريق تعزيز البنية التحتية الصحية وتوفير بيئة تخزين آمنة وفعالة للأدوية والمستهلكات الطبية، بما يتماشى مع رؤية الكويت لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت. فهد التركي، قناة الأخبار.